السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في ملكة العرب، أول مشروع على مستوى مصر الشرق الأوسط لإنتاج سم العرب وسم النحل، مرخص من وزارة الزراعة تحت إدارة الشركات البيطرية. الفكرة بتاعت فكرة المشروع إن احنا بنحاول نشيل الأذى اللي موجود عندنا في الصحراء الغربية بالنسبة للوادي الجديد، إن احنا بنجمع العقارب وبنحاول نحطها في مكان يعتبر آمن ليهم، وإن احنا بنحولهم من الحياة البرية إلى حياة الأسر على أساس إن احنا نستفاد منهم بطريقة فعليا جادة جدا على مستوى العالم دلوقتي، هو إنتاج سم العرب وسم النحل. احنا هنا دلوقتي في المعمل اللي هو مجهز لاستحلاب السم العرب، وده بيبقى عبارة عن جهاز بيبقى موصل لكهرباء 220 فولت، بيحول لنا فولت معين على اساس ان العرب دوت ما بيقدرش يطلع السم بتاعه الا بعد تحفيز كهربي، بنديله صدمه كهربائيه بيقدر بعد كده دوت يطلع السم بتاعه. دلوقتي دي عمليه الحلب، بنوصل الزناد بتاع العرب تمام على اساس ان احنا دلوقتي بنديله شوك كهرباء، هو دلوقتي بيحاول يطلع السم بتاعه فبنستقبله في العبوه ديت. دي نقطة السم اللي بتطلع